هذا ورك سبحان ما علن سيدم ميديو فضلا هذه أنا قول عصبتها سبسكرايب صاركم ملك فرد أول ركي قدم بيه وصبحني مجمعة أخذ بها حساسية ينوص السعودة فضلا نلجو حق حساسية مدحوين فرماجو أو ظلم يا عدالة دركو سمي يباشر رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري سدح سنو يبر وضا شقين كدب دماتكي بشي جولاي اي سند كاني ايا لغا فرسان واي ان لغو اللاب تردقان كي سو جرين كاها اي سالكا كو هاي اي مدحوين ياشو اي لعاكو بحيان ردد حكومة دا وحانا حيليغا وحي كدن بي يي سرقو كا اي لولان كا سياسة دي دي ودحي يفرماجي ريز الوزاري ورسو ماليا حسن علي خيري لولان كاس او دوكسان ايا عدة قبان اي سهوغان كا دالكا كدب مدحيلات كا هاي ادا دستوري اه اي دالكا او كو اك فبراي سيدي دي دلوكو نيكو يلواتان كا ايا هور سيدي دولان سياسة دي سقير غورع اح او مدحوين ها دالكو او كو قاضي حسن علي خيري عد كستا او سي اون او اك دويد ريز الوزاري ورير سوماليا يقود اهان بيش مروسده او ابتيال او اح عرور تا مدحوين فرمايجو مالما اون كدب مركي او حفيز كبنية حسن علي خيري وحاسي انقا بشال لهين حوق لوغو قاضي غاريجي يحيي علي حريري او قرابر دو اهايان ريز الوزاري هوري سوماليا غاريجا او لوريق ديسا اي مسول كا اهايان سراكيل اي الشخصيات كالي او قرابر اه مدحوين فرمايجو ايا مركي لدعاي وحو مريي اريد هويغا او دقنا قيري تاسو اهيد باللوغي وغان شاها حشود لاان تا فرماجو مدحوين فرماجو وحو سيدو كلا اريادي او شرعي الدراء اح ايو حلكا كا قادس اسوغو دراي تاليه قوتة اللي حيتوانا دي دانب سبب لحرير تاينو حسن علي قيرا هيب لو داقيا هاي واحد قارد كا يقنا عسا تدا مرسدا ايا دور جير اوغو تاقاي حالكا غاردا حاريقا غاشان لإسماعيل عبد المالك حسايا شي مرنبا لك جلق لو مسينين وارين كلا او دادكا لك فاركم نقوتي اما كوري داي مركي اي صوب بحدي ان مدحوين فرماجو او وزير كوحيغانك باشا مروسده اي كولي يهين حكومة دا اوغو دم بيساي او كاقاتي او نوريجيي جوفادا هوسي حكومة دي حسن علي قيرا او هقاميني يوحا بيلاها مريحان اي مروسده كومتالي يي من حل وزير كوحيغان ما داما اي هستين لبادا جاغو اي مدحوينها اي رئيس الوزارها سامي قيب سيغاسي وحا لغو بدلي امر كسو بحي فرماجو وحانا وزير كوحيغان كمروسده لو وريجيي مريحان مريحان حدا وحي قولها كولي يهين وزير كوحيغان كعافيماد كي وزير الدولها أريمها ديبادا حال كمروسده اي كولي يهين وزير كبوستده او كليه باش مروسده او كولمك يالا تيسيد اللغا يالا يو حد قدوبيادا ايو باكسيغا غاركا اي مدحوينوه كو حيو ايا اسكو راعي ان لغا قابصادو او لا اتكيستو بقول كمالين اي حكون كيسا كرديمان ما داما مركا لغا تاغو مدحتيني مدا او حيديد لي هاي صورة قلنا اي سان اهين ان اي كعاد غوستان دادكا سيدا اهد كاه او يقانا مدحوينو فرماجا ايا كدو ديا انو يهينين انحيرين حديد نمو سيدو كالانا عدا يسخبتان جعل انو لغالو دagaal سقير غور عاهي او ان وحبالا اسوالا حارين حسا ياشي وحا داد بداني اسوي دينيان انو الحيلة قوبية هاي او رير حديد كي ايا داد كالي اي اسو مديهين ايو انو كالاقران لأي هاي ان حسن علي خيري او باشا مرسادة قفقية هاي اي مرسادهو اي سان قيرا ايهين او ايهين بالكمد اي بالها صوماليا دو حقوق يمتلاد كله dalka ayna laga marmaan tahay in aan lagu xad gudbin xuquuqdooda in kasta oo farmaajo oo dhaqamo cusub oo lala fajaco oo ku soo gurdiyay dalka haddana wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee reesal wasaare ay isku naceen daraadii xuquuq beeli ee hayd oo ugu wareejiyay beel kale dhinaca kale xuq xasaasi ah waare oo magacaabay gudiga doorashada heer dowlad goboleed madaxweynaha dowlad goboleed ee Shabeelle Maxamed Cabdi waare ayaa magacaabay gudiga doorashada dadban ee heer dowlad goboleed gudigaani oo ka kooban 8 xubnood ayaa waxa wehelin doona oo la shaqeyn doona 3 xubnood oo ay soo magacaabi doonto dawladda Soomaaliya iyada oo sidaan oo kale dhammaan dawlad goboleedyada looga baahan yahay inay soo magacaaban gudiga heer dawlad goboleed ee ka shaqeyn doona doorashooyinka dadban ee dalka warbixin xasaasi ah halista qadar ee doorashada 2020 oo laga digay isla markaasina Al-Shabaab oo la doonayo in ay ku dhaxmilmato doorashada Soomaaliya dal walba oo doorasho u dareeraya waxa isha ku haya awooda dibadda ah kuwaasi oo isugu jira wadamo dariska ah iyo qaar kale oo dano siyaasadeed iyo mid dhaqaale kale Soomaaliya waxay ku jirtaa liiskaasi marka la isku daro in ay soo kabasho ku jirto Soomaaliya in waaya aragnimada doorashooyinka la soo dhaafay Soomaaliya waxa la saaray kara cabirka ahi in ay ka mid tahay wadamada u nugul faragelinta shisheeye kasta oo damac kale Soomaaliya isla markaasina si fudud oo u soo faragelin kara
ما جرت الدولات جوجيتان دبلوماسية ديت كله مقدشة أو أن أجنتك لهن عدين تنقو صوفود له بلسة وحيكو كالدوينيهين وإن قرشياشو دا كالدروكسان يهي إيو قاب كميد والباكو قوب يو دانو سياسة ديت جغرافية دبلوماسية ديت لقن لقالة إيو مارين كأي كغتال لأدونك وسببها أغو وين الدولادها أغو درين يان إن أي سامين كو يشان عدين تصوما علي إسلامر كاسنه فرح الله سوق لان إذا عدا في أو إيدا لانتا أفكا سوما عليقا أيا وريسي إن قار كميد أهي ودامدا عرب تاية تركيقا أي سيوين وغو اللولا ميان دو رشاد اللبوكوني لباتنكا كوي لباتنكا ورقيسكا أفريكا انتليجنس أيا وريي إن مدحوينها تركيقا رجب ضايب إردوغان أو سيقار أهي ودونا يو إن فرماجو أو ديبو صولابتو سي أي سان هوس أغو ديعين دور كيسا دي ناعية دا سياسة دا دقالها أي ملتريقا سيدو كلا جرائد كا صوب بحاي سويدن كاسو لغو مغا عابو نورديك أو سو حكتي وربحينو إيو إلو ورادي مهيم أهي أيا تباحايا إن أنكرا أي أربطو إن فرقلين تأرمها صوماليا أي كربطو إن أي كوبالاريسو جوغيتان كيدا جيسكا أفريكا سيدا أو وريي بوغا العين قدر أو مالقليسي أولا ليه دورشة دا فرماجا لابوكوني تماني تدوبادي أي كالكان ديار أو تهي إن أي ديستو مدحوين فرماجا إيادو كون مشروع أهي تركيغا سي أي أو إلا شدان دنا هودا قبل كعربتا إساقو كهد لأي دود لغو قبطي فيلا صوماليا مدحوين فرماجا وكري إن فرقلين شيشي أي دي عكرت دورشة دا لابوكوني لباتن كوي لباتن كأيا كقابسة دي إن أو كفالو دا قابك أي نقو نيسو إيا وحاق أغا قرشيسان مادام إيسان شعبك سو حلينين حلبانا دا إيهو قامياشا دورشة دا صوماليا وحالوغا برتاي مسوق ماسوق لالوش إيا عدكا أولا كلا إيبسة دا تاسو مشرحين تا كوري حيسا إن أي قوبان تاغيرو أجنبي إسلامر كاسينا ودما دا قاري آدان سيئو صوحيلان لعقو آد وفربادان أي دورشة دا كوغلان سيكستباها أهاتي هادي قدر أي أهنتاني مركلا سو سارتو فرماجي إفهاد ياسين waxa halkaasii isku milmaya al-shabaab iyo dawladda federaalka Soomaaliya sidaasi ayayna xog weyn ku yeelanaysa waa sida uu kaliya u doonayo Fahad Yasiin si kastaba ha ahaatee dad badan ama siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa qaba in Fahad Yasiin dhammaan oo shaqaaleysii saraakiilka wada tirsanaa jiray ururka al-shabaab isla markaasina uu doonayo in dadka siyaasiyiinta ahay gabi ahaantoodba mid la dilay iyo mid la caburiyo iyo mid ka cabsada in la qarxiyo dhammaantood oo ka dhigo si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ka digay in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin aysan soo laabanin haddii ay soo laabtaan magaalada Muqdisho iyo waddanka oo idil ay al-shabaab ku xoogaysanayaan isla markaasina bil kasto malaayiin dollar ay ka urursanayaan dhinaca kale Muuse Biixi oo u hanjabay beesha caalamka xilli si dadban loo hoos geeyay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay ka qayb galay kulan uu yeeshay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa si adag uga hadlay qaabka ay beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ahi ula tacaamulaan Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in marnaba aysan aqbalaynin xukuumaddiisa in beesha caalamka ay taageeradeeda ama mashaariicda kala duwan ee laga hirgelinayo deegaanada Soomaaliland ay u soo mariyaan dowladda federaalka taasi oo ay Soomaaliland u aragto mid lagu hoosgeeyay dowladda federaalka waxa kale uu sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax banaan isla markaasina loo baahan yahay in beesha caalamku ay kala xaajooto arrimaheeda iyo mashaariicda ay ka fulinayso Soomaaliland madaxweynaha ayaa ku hanjabay inay joojinayaan xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya dalalka beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ahi haddii ay ku kacaan wax wiiqaya qarannimada Soomaaliland ayuu yiri annagu ka mid ma nihin dowladda Soomaaliya wixii aad dalkeena taraysaan annaga ayaa nagala tashanaysaan ninkii taasi aan doonaynin hadduu hay'ad yahay iyo hadduu dowladba wixiisa ha iska haysto ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in xilligaani loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo qarannimada Soomaaliland isla markaasina meel loogu soo wada jeesto wax kasta oo waxyeelaynaya qarannimada Soomaaliland hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli dhowaan ay Soomaaliland joojisay xiriirka wada shaqeyneed ee hay'adaha qaramada midoobay kadib markii ay dowladda federaalka la saxiixatay mashruuc laga fulinayo deegaanada ka tirsan Soomaaliland